نجموا في بعض الاحيان على اعتبار العلاقه اللي ديما ويكون اكثر وقت ديجا مع الصغيرات نتاعنا، دوك يحاولوا هكا تكون العلاقه وطيده وينجموا يخلقوا علاقه بين هزوز اطراف هذوما. دونك ديما نجموا نشوفوا سونيا المبادره حتى من الاولياء باش تكونوا في علاقه مع المربين، ويحاولوا حتى بعض الاولياء اللي يكونوا مقربين ويخلقوا علاقه الصداقه مع المربين غير كو باش توصلهم المعلومه على الصغيرات نتاعهم. وفما اللي من المربين اللي فاهمين الامور ما يحبوش يدخلوا تحت السقف هذيا، تكون العلاقه دونك على التلاميذ الكل يكونوا معناها نفس العلاقه ولا نفس العلاقه. قداش من المهم هذا سونيا، خاصه نحن قاعدين نحكيوا في حاجات واقعيه قاعدين نراو فيها ونجموا نراوها. واللي علاش جبنا النقطه هذه ممكن سونيا زيد على خاطر فما بعض المربين اللي هما منهم يكونوا ولي ومنه يكون مربي ويحب ولده يقرا عنده في نفس القسم. إفكتيفمون، شو هو راهو للأمانة كل تلميذ وعنده الخصوصية متاعو، كل تلميذ وعنده شخصية متاعو، كل تلميذ عنده القدرات متاعو. دونك الأنسب هو شنو؟ اللي هو معناها تكون فما علاقة ما بين المربي والولي تكون محددة في إطار زمكان داكوردو، بمعنى كونه مقابلة أسبوعية أو مقابلة شهرية أو نصف شهرية إتتغا اللي يتواصل بها الولي مع المربي فيما يخص الطريقة التعليمية عند صغيره، كسوا طريقة بيداغوجية، تحصيل المعرفي، القدرات، الصعوبات إتتغا. دوك هذا من المستحسن يكون بالطريقة هذه. باركونتر لا موداليتي الحاجة اللي باش نعمل بها التواصل هذي كيف ما يكون نجم يكون تواصل مباشر عن طريق اجتماع مضايق اتدغى، وإلا يكون عن طريق كيف ما قلنا تطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي بكرياسيون تاع جروب معينة، وإلا كراس المراسلات اللي هي من أبسط ومن أسهل الأشياء تتعلم بها تحمل مسؤولية التلميذ في حد ذاته بيسكو باش نشاركوه معنا في عملية التواصل. بون جينيرالمون كراس المراسلات نضحك شوية على خاطر هي صارت فيها حكاية تضحك شوية. دونك كراس المراسلات فما مرة معلمة تستعمل فيها كان العقوبات اللي عنده خطية ولا عقوبة ولا مش يشكي بيه لأمه ولا البوه اللي هو عمل الحاجة تكتف في كراس المراسلات. لوك هو الهدف منه كراس المراسلات مش لتوصيل العقوبة للولي، هو أعطيني ساعة صغيري خنفهم ساعة أنا فيش يقرأ ما يقراش. هو أنفانت كونت نجم أنت كراسة تقسمها تحط جانب بيداغوجي، جانب سلوكي، جانب معناها تحفيزي اتسيتيرا، تنجم تقسمها الكراسه هذه وكل جزء فيها كل مثلا اخر الاسبوع تكتب فوالا افكتيفمون وتستنى ان كونتر بارتي الولي دونك يجاوبك سواء الاب او الام. دونك اون برانسيب يصير بالطريقه هذه، ولكن مش تستعملها كان العقوبات يولي التلميذ باش يخرق لك اي حكايه باش يقول الكراسه هذيك ما عنديش اي فوالا ولا تضيع في وسط الثنيه ولا فهمت ولا خاطر هنيه حتى تسليم ممكن الكراسه هذيا سونيا اسكو يكون عن طريق التلميذ في حد ذاته ولا ديريكتومون تستدعي الولي باش هو يتسلم الكراسه، خاطر احنا نعرفوا من صغيراتنا اللي يوصلوا يخبيوا الاعداد نتاعهم. فما بالك الكراسه هذه اللي الامانه هل انها مش توصل كيما هي، مش تكون الكراسه مغلقه مش باش يتم الفتحه نتاعها. دونك برشا معاملات مش تدخل في الاطار هذايا وكل صغير والشخصيه نتاعو فوالا. هذاك علاش الكراسه هذه تنجم تستعملها في المستويات الكل، نجم تستعملها تحذيري اولى ثانيه على ليميت ثالثه، من بعد وليت تكون الكونتاكت بتتخفي عن طريق اجتماع خير من يكون عن طريق كراس المواصلات ولا عن طريق دوك جروب فيرمي نتاع لي بارون مع الاولياء اللي يقعدوا يتواصلوا فيهم على الصغيرات نتاعهم. دوك لهنا بيان سور كل مستوى يفرض عليك طريقه معينه نتاع مراسله او 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 طريقه التواصل مع الولي. شو أكثر من هذا بتتخمري نجمو نحكيو فيه اللي هو اليوم وقت اللي الولي يكون عنده ثقة في المعلم اللي بشقري عنده صغيره، خاطر نحن ساعات زيدا أكل مجلس البيداغوجي الموازي نحكيو عليه بطريقة معناها تعبير مجازي راهو تعبير مجازي مشيش يسخيلو بالحق فما دوك تعبير مجازي، ولكن راهو وقت اللي يكون كيف ما قلت لك الولي يكون عنده ثقة في المربي اللي بشقري له صغيره، راهو ساعات ما يسحقش حتى بشي مشيله ولا بشي قابله. يعرف اللي راهو المربي هذيك بشي يعرف مصلحة صغيره ويعرف كيفاش يوصل وصلوا المعلومة ويعرف فاش يحافظوا على الصعوبات. فوالا ومحلاك تكون العلاقة هاك. أي مزيانة. تنحكيو على من بعد. نحكيو من بعد كيفاش باش تكون العلاقة. حاضر معنا سي مهران في التليفون، مرحبا بك يا مهران. السلام عليكم، صحة فطوركم. وعليكم السلام، يا مرحبا. يعيشك ربي يبارك لك، ترحب بك الجنة. دكتورتنا الجميلة، السلام عليكم. أهلا وسهلا، شنو أحوالك سي مهران؟
الحمد لله. يا خساره البارح خليتنا نحكي وحدنا. يا سامحني الله غالب، التزامات مهنيه الله غالب. مش مشكله ان شاء الله، الله المستعان. نعوضينا نعوضوها ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. قعدت نستنى تحيه المدام نجله الساعه، قعدت نستنى باش نقولها راك ما جبتلناش شكاره، جبتلنا كريت احكي. هي فيكتيفمون الجانب القانوني نتاع المره اللي فاتت. يا مدام وخايتي وصلنا لقصان الروس، ما عادش فيها حاجه خفيفه، وصلت للاعدام الحكايه. اي بالطبيعه العنف. وي ما تعرفش على القوانين اللي صارت. تعرف انا شنو خذيت قرار مدام؟ اي وليت كل ما ندخل للدار الغشير اللي مش يعرضني نبوسه من راسه ونحطه فوق الفوتيه كي نعمة ربي ويجعلني نسلك. ان شاء الله ربي بعد علينا، ربي فضلهم الكل. يعيش كمين اجمعين ان شاء الله. والله هو موضوعكم حلو مدام، مانيش باش نزيد في حاجه كبيره بعد اللي قلته دكتورتنا. كفيت ووفيت، اما حبيت نحكي في نقطه واحده اللي هي المربي. وانا سمعتها يعني من مصدر بيدو، يعني من مربين. أيه. المربي مدام اليوم ولا يقري في الكلاس ما عندوش فالور، ما عندوش قيمه. علاش؟ باهي. سالت انا السؤال هذا علاش؟ قعدت انا وياه ويحكي لي. قال لي انا